بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد قرأنا بالأمس حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع ونهانا عن سبع فما هي السبع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قم الأولى: الأولى عيادة المريض، طيب، الثانية: على ترتيب الحديث، اتباع، اتباع الجنائز، الثالثة: تشميت العاطس، الرابعة: ما أتيت إلا بأقل من النص تريد أن تنظر جلس. طيب الرابعة إبرار المقسم الخامسة إجابة إجابة الداعي السادسة إفشاء السلام السابعة: نصر المظلوم. هذه سبع طيب نأتي وننظر كلام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: أما عيادة المريض فسنة بالإجماع. هل قوله صحيح سنه بالاجماع والحسن قال اما عياده المريض فسنه بالاجماع كما يقول طيب من خالف من يذكر انس نقله عالم معتبر آه امر: إذا مر معنا في صحيح البخاري، بوب الإمام البخاري باب وجوب عيادة المريض، هكذا بوب البخاري باب وجوب عيادة المريض الحافظ له كلام جيد، طيب حديث عود المريض، عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني، هذا الحديث عن من؟ عن من هذا الحديث؟ جميل، أين أبو موسى؟ عن من نعم عن عبد الله بن قيس ابي موسى من رواه رواه مسلم نعم نعم في البخاري جزما في البخاري هذا الحديث عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع جاء في خارج الصحيح من حديث من أمين قم إذا أجبت فالتقريب ترى نريد أن نوصل إليك التقريب طيب ما السؤال؟ ما هو؟ ما الذي جاء عن خارج أو في خارج الصحيحين؟ عود المريض هو في البخاري عن من عن ابي موسى طيب حديث الا ادلك على كنز من كنوز الجنه عن من مره يا امين مره ها البخاري الذي ظهر متفق على هكذا لكن الحديث مر معنا قبل أيام في صحيح الإمام البخاري، طيب، هذا الحديث جاء في خارج الصحيح من حديث من؟ من يقول؟ خليل مسافر، أجب، من حديث من؟ نصف مسافر أبو إلياس عبد الملك أنت ترفع يدك السؤال عنده محمود مر معنا قرأنا أبو علي عن عبد الله بن سلام لا عبد الله بن سلام أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام لكن ذا من يقول نعم أبو عبد الله سيجيب لكن من الهاتف عن ابي سعيد الخدري قال عن ابي سعيد عن ابي سعيد طيب ما الحديث طيب عصام من أخرج الإمام أحمد السؤال عن من أبو الحسن عن من أعد ارفع صوتك لا صام عن عبد الله بن مسعود من أخبرك ما رايكم الاخ نبيل ضعيف نظر الحديث صحيح عن عبد الله بن مسعود وممكن جاء ايضا عن ابي سعيد نعم لكن الحديث عن عبد الله بن مسعود في الصحيح المسند للعلامه الوادعي رحمه الله تعالى لكن المريض يختلف قربا وبعدا فعيادة الوالد او الوالده الاخ او الاخت العم او العمه يختلف عن اباعد الناس فقد يجب او تجب عياده المريض في الاقربين او في الجيران اما عموما فلا وبنحو ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى كلام الحافظ قال رحمه الله اما عياده المريض فسنه بالاجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه نعم يعني الذين يسكنون صنعاء على هذا الكلام الوجوب لكن يقال وجوب عيني او كفائي يعني ممكن يحتاج كل يوم الى زياره بل في كل ساعه صح بعض المستشفيات ربما في العشر دقائق اقل او اكثر ياتي مريض ياتي مصاب ياتي جريح ياتي من سقط حصل له حادث وهكذا قال رحمه الله: «والقريب والأجنبي واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما»، لكن كما سمعنا يعني المريض يختلف قربا وبعدا جارا وغير جار ونحن مقصرون في هذا الباب والله يعفو عنا. نعم الله. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. لا تبحث يا ابا عبد الله. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناها عن من؟ عن ابي هريرة ورواه احمد فابو هريره اكثر الصحابه حديثا واحمد اوسع المسانيد حديثا لا لا من يقول عن ثوبان ورواه مسلم عن ثوبان ورواه مسلم هكذا نعم عن ثوبان ورواه مسلم من زار مريضا او من عاد مريضا لم يزل في خرفه الجنه حتى يرجع قيل وما خرفتها او ما خرافها قال جناها ثمارها فضل عظيم من الله جل وعلا من عاد مريضا غدوه صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي ومن عاد مريضا مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح عن من هذا الحديث عن من هذا الحديث من يقول ابو موسى انتبه ان تقول عن ابي موسى عن علي بن ابي طالب صحيح وهو في السنن الحديث عن علي بن ابي طالب وهو في السنن هذا كلام الحافظ الامام ابن حجر رحمه الله الامام البخاري بوب باب وجوب عياده المريض استدل بحديث ابي موسى وبحديث البراء امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ثم قال الحافظ رحمه الله قال ابن بطال يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداوودي بالأول أنه واجب على الكفاية، فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور هي في الاصل ندب وقد تصل الى الوجوب في حق بعض دون بعض وهذا كلام صحيح لا يقال عياده البعيد كعياده القريب وعن, وعن الطبر تتاكد في حق من ترجى بركته نعم بركه يعني نعم قد تكون عند العلماء بسبب الاستفاده من علمهم اما بذواتهم فلا بركه الا في ذات محمد صلى الله عليه وسلم لكن بسبب العلم فلا باس قال اسيد بن حضير ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر نعم بركه العلم والانتفاع العلم والانتفاع قال رحمه الله ونقل النووي الاجماع على عدم الوجوب يعني على الاعيان اذا كان هذا فلا باس على الاعيان قال وقد تقدم حديث ابي موسى المذكور في الجهاد ايضا استدل بحديث عود المريض على مشروعيه العياده في كل مريض لكن استثنى بعضهم الأرمد لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذا الأمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض كالمغمى عليه، وقد عقبه المصنف به، وقد جاء في عيادة الأمرض الأرمد بخصوصه حديث زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني اخرجه أبو داود وصححه الحاكم وهو عند البخاري في الأدب المفرد أرصه المسند نعم العلامة الوادعي رحمه الله طيب حديث ثلاثة ليس لهم عيادة العين والدمل والضرس هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله واما اتباع الجنائز فسنه بالاجماع ايضا والصلاه على الجنازه واتباعها فرض على الكفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين والواجب دفن الميت دليل على وجوب دفن الميت من يقول الدليل على وجوب دفن الميت من يذكرنا بالدليل ياسر ثم اماته فاقبره وهكذا قصه ابني ادم آه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوات اخيه نعم الايه نعم اذهب لما مات ابوه قال اذهب فوار الشيخ الضال ولا تحدثن شيئا ايضا الم نجعل الارض كفاه احياء وامواتا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وعيسى ينزل في اخر الزمن ومن الحكم في نزوله انه يموت ويدفن في الارض وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون قال: وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما، وسبق إيضاحه في الجنائز. الكافر أيضًا يجب دفنه للأدلة السابقة، وبما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلى بدر. نعم، صُحبوا وألقوا في القليب. ومن لم يسحب امر بتغطيته بالتراب قال واما تشميت العاطس طيب تشميت او تسميت ها تشميت او تسميت حسن ما في التسميت تسميت هذا الاسمنت هكذا طيب انظر النهايه او المشارق لغتان يقال تشميت وتسميت نعم لغتان قال فهو ان يقال له يرحمك الله ويقال بالسين المهملة والمعجمة سمعت بالسين المهملة تسميت والمعجمة تشميت فهما لغتان هما لغتان في القاموس قال تسميت ذكر الله تعالى على الشيء، والدعاء للعاطس، ولزوم السمت، تسميت سمت، إذن الدعاء للعاطس يقال له تسميت، طيب، هنا سؤال، سؤال من سيقول أنا؟ لا عند أخيك، قم. حجل تشميت او تسميت فصوتك صحيح لغتان لغتان قال رحمه الله لغتان مشهورتان قال الازهري قال الليث التسميت ذكر الله هل في نسخة تسمية؟ التشميت خطأ. هنا مصحح وهذا موجود من تهذيب اللغة. قال رحمه الله قال الليث التسميت وهكذا ما قرأنا في القاموس ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قولك للعاطس يرحمك الله وقال ثعلب طيب ثعلب عبد العزيز قال ثعلب ما أدخله يعني ثعلب من هو؟ من الصحابة أو من التابعين ظهر لا ذا ولا ذا هكذا قال ثعلب أو هي مصحفة تغلب، ها؟ أه؟ طيب كمال من أئمة اللغة، ما اسمه؟ لا هو لقبه، لكن ما اسمه؟ أو الفاروق، من يقول ما اسمه؟ احمد بن يحيى احمد بن يحيى وهنالك مجموعه من الثعالب ممن يقال له ثعلب ممن يقال له ثعلب طيب هنا ثعلب هو احمد بن يحيى بن يسار الشيباني الامام ابو العباس اذن احمد بن يحيى هذا ثعلب رحمه الله، طيب هنا قال: وكان ضيق النفقة رُؤيت له رؤية طيبة، قال أبو بكر بن مجاهد هذا المقرئ صح؟ من أئمة القراءة الذي جمع نعم القراءات السبع قال لي ثعلب يا أبا بكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا وأصحاب الحديث بالحديث ففازوا وأصحاب الفقه بالفقه ففازوا واشتغلت بزيد وعمر نعم ترى التمثيل في كتب, اللح في كتب النحو قام زيد وقعد عمرو ضرب زيد عمرا وعلى هذا الكلام ومن الضرائب اذكر مره كنا ندرس في القاطر فاخ اسمه زيد فالتمثيل نعم ضرب زيد عمرا ضرب زيد وهات الامثله التي مرت وكان اخ يعلق عليه فظنك وكلما جاء مثل نظر اليه قال كرهتني باسمي نعم لست انا انا مالي ولامرئ ابد الدهر يضرب خل زيدا وشانه هكذا اينما شاء يذهب انا مالي ولامرئ ابد الدهر يضرب قال واشتغلت بزيد وعمر فليت شعري ماذا يكون حالي فانصرفت من عنده فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقرأ أبا العباس من السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطيل الله نعم وهذه من المبشرات ولا شك أن اللغة العربية شانها عظيم والقران نزل باللغه العربيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو افصح الخلق لكن التعمق نعم وانفاق كل الوقت فيه لا القران القران والسنه كان الشيخ ابن باز وهو امام في عده فنون يتمنى انه لو انفق حياته مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا هو ثعلب قال رحمه الله تعالى وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته اذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والاصل فيه السين المهمله فقلبت شينا فقلبت شينا معجمه تشميت كان اليهود ياتون الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعاطسون عمدا رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله فقال لهم النبي يهديكم الله ويصلح بالكم الحديث هذا عمن أبو الربيع عن عائشة لا أبو موسى عن من هذا الحديث صوتك أنت متأكد متأكد أو سلكت الجادة متأكد صحيح عن أبي موسى وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادي رحمه الله وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت قال وذلك لما في العاطس من, ال من الانزعاج والقلق من القائل العطاس زلزله البدن ابن القيم وانا صحيح العطاس يزلزل البدن سبحان الله لكنه من الله كما جاء في الحديث لانه يدل على النشاط وتتحلل بعض المواد تخرج لو احتبست لاضرت فينزلها رب العالمين بسبب العطاس قال رحمه الله قال وذلك لما في العطاس من الانزعاج والقلق قد امرنا بغض الصوت لان احيانا بعضهم ربما اذا عطس صوت مزعج الآن ربما فزع لا اغضض من صوتك وهذا من أدب العطاس قال رحمه الله تعالى قال أبو عبيد وغيره الشين المعجم على اللغتين قال ابن الأنباري يقال منه شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت نعم هذا الكلام قال الزاهر في معاني كلام الناس وتسميت العاطس سنه وهو سنه على الكفايه اذا فعل بعض الحاضرين سقط الامر عن الباقين وشرطه ان يسمع قول العاطس الحمد لله كما سنوضحه في بابه مع فروع تتعلق به إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه النووي رحمه الله مرجوح والصحيح أن تشميت العاطس يجب على كل من سمعه يحمد الله لأن في الحديث فإن حقا على كل من سمع أن يشمته قال النبي فإن حقا قال رحمه الله تعالى واما ابرار القسم ومر معنا في صحيح البخاري في اي كتاب في اي كتاب الكلام على العطاس عبد الجبار في صحيح البخاري في اي كتاب عجل ياسر نعم في كتاب الأدب نعم في كتاب الأدب قال: وأما إبرار القسم فهو سنة مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال لا تقسم ولم يخبر نعم الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فلو أنه أقسم عليك أن تفعل حرامًا أو مكروها أو أن تفعل شيئًا يضر بك فلا، إنما هذا في المشروع أو المباح، قال: وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا. نعم. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة رضي الله عنهم: عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما قال تحجزه عن الظلم الحديث هذا عن من تحجزه عن الظلم أمن هذا الحديث ياسر عن أبي موسى ليلة ليلة أبي موسى أبو موسى عن أبي موسى ها أه؟ طيب من يقول كمال عن سعد بن ابي وقاص لا ابو الفاروق نظرت نظرت آه. نعم عن انس بن مالك رواه البخاري هكذا وعن جابر في في صحيح مسلم. قال رحمه الله: "وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، وسبق إيضاح ذلك بفروعه في باب الوليمة من كتاب النكاح". طيب، إجابةُ الوليمة واجبة لأن النبي قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم أو عصى الله ورسوله، لكن إذا وجدت معاصي كالتصوير والطبول والخمور وما أشبه ذلك فلا تحضر أو عليك كلفة الوليمة في مدينة غير مدينتك تحتاج إلى زاد وراحلة، أو فيه تأخير عن عملك أنت لا تستطيع، وأهل العلم ذكروا بعض الأشياء التي إذا وجدت فلا يلزم الحضور، الصائم نعم يحضر فان شاء ان يفطر افطر وان شاء ان يواصل فليصل فليصل اي يدعو لاهل الوليمه وهل يقوم يصلي هل يقوم يصلي ام لا يعني فليصل على ظاهر الحديث منهم من قال ذلك لكن الصحيح ان المراد فليصل اي فليدعو يدعو لاهل الوليمه قال رحمه الله واما افشاء السلام فهو اشاعته واكثاره وان يبذله لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اي الاسلام خير؟ سأل عبد الله بن عمرو النبي فقال اي الاسلام خير؟ وسبق بيان هذا في كتاب الايمان من حديث افش السلام. وسنوضح فروعه في بابه ان شاء الله واما رد السلام فهو فرض بالاجماع رد السلام ما معنى رد السلام بعض الناس يفهم القاؤه لا المراد اذا سلم عليك وجب عليك ان ترد السلام لقول الله: «وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»، هذا رد السلام أو ردوها. قال رحمه الله: «فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم». اذا رد احدهم سقط الحرج عن الباقين وسنوضحه بفروعه في بابه ان شاء الله ونكون قد انتهينا من السبع المامور بها